التصويت انتهى، التصويت انتهى، وتوا مش نقوموا بعملية القرعة مع الأستاذ أنيس السوابني. طبعا مع الأستاذ أنيس السوابني باش نتعرفوا على الفائز بسيارة باندا إيزي اللي قاعدين تشوفوا فيها توا. بارك الله فيك سي علاء، اليوم إن شاء الله مبروك الشعب التونسي بمناسبة الثورة. نحب نقول لكم اليوم اللي باش نقوموا بالقرعة باش نخرجوا إن شاء الله الفائز معنا بالسيارة اللي تحفونا هذه فيات باندا إيزي. كالعادة إن شاء الله باش نحاولوا نختاروا ليستا فيها 11 رقم متبارين، وبعد نطابقوا شنو الرقم اللي باش يخرج معنا من هنا باش يكون الفائز معنا من 20 رقم إن شاء الله. كما تشوفوا خاطر القرعة إلكترونية تكون على المباشر. تمت القرعة لهنا واخترنا 20 رقم إلكترونيا، إن شاء الله باش نختاروا منهم رقم وحيد عن طريق القرعة هذه. ريموت مش حابه تقنية في اللامب ريموت. كان واحد يشوف من الزاد التقنيين كما تشوفوا لهنا. هذه هي القائمة نتاع العشرين رقم اللي اخترناهم اليوم. يجم واحد من السادة التقنيين يتصل بينا باش ياخذ الليستا. الليستا نصحوها بتاريخ اليوم. هذه وبعد انا نكملوا القرعة نتاعنا. شوفوا شكون باش يكون معنا المحظوظ من 1 لـ20. نختاروا رقم اللي كان معنا فايز اليوم هو رقم 15.
رقم 15 من الليسته نتاعنا هذه باش نتصلوا به ان شاء الله يكون مازال فايق خاطر الوقت متاخر. رقم 15 لهنا هنا موجود من الليسته نتاعنا يبدا برقم 95 يوفى ب 69 ما نجموش نقولوا على الرقم كامل باش ما يتعذرش علينا التحصل عليه ان شاء الله تو الاخوان في الحافله يتحصلوا عليه. عندهم الليستة فيها ال 20 رقم والفايز معانا هو رقم 15 من الليستة نتاعنا. كما تشوفوا هي قرعة إلكترونية. هذوما الأرقام الكل خرجوا. ما نستحقهمش احنا لا محالة توا. عندنا الليستة هي اللي فيها الأرقام الكل. إن شاء الله الأخوة التقنيين في الحافلة يتصلوا به. فايز معنا كما قلنا لكم هو رقم 15 من الليستة نتاعنا اللي كانت قرعة نتاعنا إلكترونية. واللي باش يربح معنا إن شاء الله سيارة فيها باندا إيزي. باش نوريكم لهنا اللي الأرقام معناها من 1 ل 20. الفايز معنا هو رقم 15. هذا مثلا رقم 20. ألو. هذا ألو عسلامة. ألو يا مرحبا. ألو عسلامة. الو تسمع فيا خويا؟ وي نسمع فيك. مرحبا بك خويا الغالي. وبيك عايشك. ان شاء الله ما كناش قيمناك ولا حاجه خاطر الوقت متاخر لا شويه. لا صحيح صحيح. شكون معايا سامحني؟ كيفاش؟ شكون معايا؟ معاك الاستاذ انيس الصويبني عادل تنفيذ من زرت من البرنامج عبد اللي شو تايم. معاك مروان وشير. مروان وشير. الخير. اي نتشرفوا خويا ان شاء الله محل كل خير. يعيشك. سي مروان شاركت يعيشك. معنا انت في برنامج عبد اللي شو تايم المده الاخرى. اي وفاش شاركت سي مروان؟ منين سيادتك منين؟ كيفاش؟ منين سيادتك؟ من سكن في بن عروس. بن عروس نتشرفوا تحيه لجماعه بن عروس وتونس كامله ان شاء الله. شاركت معنا قلت لي في برنامج عبد اللي شو تايم بعثت برشا اس ام اس. بعثت برشا اس ام اسات. شنو تتصور ربحت معنا اليوم ان شاء الله؟ بارك الله فيك. شنو تتصور ربحت معنا اليوم؟ نتصور سيارة باندا. ألف مبروك ربحت معنا سيارة باندا فيات باندا إيزي. ألف مبروك سي مروان. يعيشك يبارك فيك يعيشك بارك الله فيك. إن شاء الله مبروك. يعيشك. معنا مروان الخير من بن عروس هو كان الرابح معنا هو رقم 15 من الليستة نتاعنا القرعة الإلكترونية وكما وريناكم الأرقام هي من 1 ل 20. ان شاء الله مبروك عليك سي مروان. يعيشك. وتوا بقيه الخيان يتصلوا بيك باش يكملوا بقيه الاجراءات لتسليم السياره ويحضروا لك بقيه الاوراق واي واحد يحب يكون رابح معنا ان شاء الله من يعيشك بالله سامحني انا على الاسم سي مروان معايا ما؟ اي مروان وشير سامحني مشير. بالله حبيت نسالك سي مروان شريحه الاتصال هذا رقم 95 نتاع سيادتك باسم سيادتك ها؟ باسمي باسمك ألف مبروك. شكرا ألف مبروك سي مروان. يعيشك يا رب يبارك فيك بارك الله فيك. كل تونسي يحب يربح معنا إن شاء الله في المستقبل ما عليه كان يرسل حرف آ على 85899 وإن شاء الله يكون رابح معنا في الحلقات القادمة. وألف مبروك مرة أخرى سي مروان. ومن توا خاطر فات هي القرعة لليوم واللي باش يشارك معنا منه هكا باش يكون ان شاء الله في القرعه للسياره القادمه ان شاء الله. وان شاء الله ليلتكم زينه ومرحبا بكم. شكرا للاستاذ انيس السويبني. الف مبروك للفائز بالسياره فيات باندا ايزي واللي اسمه موجود تروا فيه الان اسفل الشاشه. الف مبروك. وانتم زاد ايضا تنجموا تلعبوا وتربحوا السيارة الجاية في برنامج عبد اللي شو تايم. من توا تنجم تبعث حرف أ على 85899. مبروك مرة أخرى للفائز الليلة بالسيارة عبد اللي شو تايم الليلة وفات. ونخليكم الآن مع العوادة. إلى اللقاء.
وياسمين ونور الكل.